موجز الأخبار الاقتصادية من قناة الرافدين، أهلا بكم. استبعد مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح القيام بإزالة 3 أصفار من الدينار العراقي حاليا. وقال صالح إن الأصفار 3 أضافت التضخم السعري والنقدي للعملة ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية ومرورا بزمن الحصار الاقتصادي، وقد ولدت الصراعات تضخما على قيمة العملة. وأضاف أنه عندما ترتفع الأسعار تكون هناك حاجة لفئات نقدية أكبر للمحافظة على المعادل بين السعر والنقود. وعلى سبيل المثال أصبحت 250 دينارا عراقية 25,000 دينار. جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه لرئاسة وحكومة كردستان العراق لحل القضايا والمشكلات مع الحكومة في بغداد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني، مؤكدا أن المشكلات بين أربيل وبغداد كان ينبغي حلها وفق الاتفاقيات السياسية والإدارية، وخاصة مسألة الرواتب والموازنة التي جرى الاتفاق عليها مرات عدة رغم عدم التزام الحكومة في بغداد بتنفيذها، مؤكدا أن المواطن في أربيل على وجه الخصوص من أكثر الفئات التي تشعر بالقلق وتعاني من عدم إزالة هذه العوائق. دعا النائب حسين السعبري إلى حوار جدي وعاجل بين بغداد وأربيل لتشريع قانون النفط والغاز وتوطين رواتب موظفي كردستان العراق. وقال الصابري في حديث صحفي أن هناك ضرورة للاحتكام للقانون لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، مبينا أن حكومة السودان بادرت بخطوة مهمة مثلت بادرة حسن نية عبر إطلاق رواتب موظفي كردستان العراق بحسب قوله. قررت جمعية حقول الدواجن في كردستان العراق رفع دعوى قضائية ضد قرار منع تدفق منتجاتها إلى مناطق وسط وجنوب العراق. وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله الجاف إن الحكومة في بغداد تمنع تدفق منتجات جمعية حقول الدواجن في كردستان العراق إلى جنوب ووسط البلاد منذ سنوات عدة بسبب عدم قدرة الجهات المعنية في حكومة أربيل على حل المشاكل. تقدم العراق إلى المرتبة الرابعة من بين الدول الأكثر استيراداً للبضائع التركية خلال شهر تموز الماضي. وقالت هيئة الإحصاء التركية إن ألمانيا هي الدولة الرئيسة للصادرات بمبلغ 1,752,000,000 دولار، تليها الإمارات بمليار و604 ملايين من الدولارات، والولايات المتحدة بمليار و441 مليون دولار، ثم العراق رابعاً بمليار و59 مليون دولار. يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران. الآن نظرة سريعة على أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز الاقتصادي، دمتم وإلى اللقاء.